للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. يخلف وباء كورونا أزمة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل في العقود الأخيرة، من حيث آثارها الاقتصادية والاجتماعية المحتملة. وأعلن البنك الدولي أن حوالي 49 مليون شخص سينجرفون إلى هوة الفقر المدقع خلال العام الحالي 2020. فيما أوضح البنك الدولي أن شريحة كبيرة من الفقراء الجدد ستظهر في بلدان تكابد معدلات فقر مرتفعة بالفعل، فيما سوف تتأثر البلدان متوسطة الدخل بشدة هي الأخرى. وتؤثر التدابير المتخذة لاحتواء فيروس كورونا على الأسر من طرق عدة، منها فقدان الوظائف وفقدان التحويلات المالية وارتفاع الأسعار، فيما تشير تجارب البلدان المتضررة إلى أن المناطق الحضرية هي الأشد تضررا في البداية، حيث تسببت تدابير الاحتواء الصحي الصارمة في توقف نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي. إن تفشي فيروس كورونا قد أسهم وبشكل فاعل في قلب كل الموازين، وأدى إلى تدهور القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعمل بها الملايين من البشر، ومن بينها القطاع غير المهيكل، مصدر رزق الكثيرين. ونتيجة لهذه الأزمة الكبيرة فقد تم تسريح الكثير منهم، وتم أيضا تخفيض رواتب من تبقى. وهنا ندرك أن عالمنا ليس بخير، ويوقن الفقراء أن الجوع أقسى من المرض، ويصبح الخوف من الموت جوعا أقسى من أي وباء.